بالنسبه ليا ان انفلونسور هو شي واحد اللي يلفا ترانسميتر شي حاجه دو بوزيتيف سي لا بون انرجي لا موتيفاسيون شي حاجه اللي ما غاديش تحس بها دابا مي بيتيت بلو تار غتحس في اون سيتوياسيون كنتي غتعامل معها بشي طريقه خايبه مثلا غتعاملها بطريقه احسن كنحس باللي كان انفلونسي الناس اترافير لا توليرونس العفويه القصه ديالي كيفاش كنتعامل مع الناس وهذاك المحتوى اللي كنصنع هو اللي كيأثر في الناس اون ايسي دو ريفليشير بور كي سوا بوزيتيفمون انفلوان كمان هو جينيرالمون tu es influencé par toute personne que tu rencontres en général la famille la voisine les amis et d'ailleurs le personnage Siham Léopard راه كوفير ديالي المفضله كنخلي كلشي وكنمشي عندها pour qu'elle m'inspire quand je manque d'inspiration une influenceuse ماشي لازم في الديجيتال انا بالنسبه لي كانت ماما elle m'a beaucoup influencé Elle adore la photographie aussi. Kanou kismouha hiya maradji dial aila. Je crois que je l'ai détrônée maintenant. Wallat hiya li katqoul li souri souri. Merci. كنشوف معايا في الدار واحد لانفلونسوز غيال كت انفلونسيني بزاف اي دايور راه هي دي فوا كتكتب معايا. مامي. قلت واو خلاتني نجيبو وحدي ما فهمتش جو با بلوري ما غنبكيش الوالده سي كلكان اللي فاش كتقرا لك شي حاجه تتخفف عليه هو حتى لواحد العام مشات ودو جوغ لون دو ما صافي ما تبقاش تلقاه كاين بزاف ديال لي ريفلكس كيمشيو كنت كنبغي نهز التليفون نقول الو ما كاينش مع من تهضر بدات مع عمرها ما غادي تعود ولكن دار ما في جهته والله توحشتك الوالده ديالي كانت احسن انفلونسوز ياك وباقا لحد الان احسن انفلونسوز وكتبكي معايا كتفرح معايا سي مون امي سي ال سي ما في تيتيز ديالي يا في با انستغرام وي اي سيتي توا مون انفلونسوز هي اللي استمدينا القوة ديالها منها سا ما فريمون انسبيري بور ريشيرشي لا فورس انتيريور كو جي اون موا ميم اتي تيلمو بزاف ما تقال نقول لها ميرسي وكنبغيك وميرسي وميرسي ميرسي على كل شيء كل شيء كل شيء سي ال انفلونسوز كو جيم نبغي نقول لها حاجه اللي ما كنقولوهاش بزاف ولكن اون لا بونس انتيريورمون جو تيم مامون